السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من تورينو ويب نيوز. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين، سوف نبدأ بالنشرة الجوية اليوم بمدينة تورينو. الجو صحو طوال النهار، ودرجة الحرارة مستقرة نحو 11 درجة بالمئة، أما الرطوبة فهي تناهز 53%. أما بالنسبة لأحداث اليوم فهي كالتالي: يرتقب يوم الغد 25 نوفمبر إضراب لبعض وسائل النقل العمومي في تورينو عن العمل لمدة 4 ساعات، ولن تضمن مجموعة النقل في تورينو مرور الحافلات ومترو الأنفاق بالإضافة إلى القطار التابع لها في الأوقات التالية الخدمة في المدن وضواحي تورينو باستثناء المترو الأنفاق من الساعة 5:30 إلى الساعة 9:30. للمعلومات زوروا موقع جي تي تي. ينظم شباك الشباب في الجمعية بالتعاون مع جمعيات خبراء المحاسبة أمسية إعلامية حول تسيير الجمعيات، وذلك يوم الثلاثاء 29 نوفمبر على الساعة 5 مساء بدار الحكمة. ويتمحور موضوع اللقاء حول التقرير المالي ونماذج من ميزانيات الجمعيات. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إعلام الشباب. ينظم مركز الثقافي بدار الحكمة وجمعية أماتشي ابتداء من نهاية شهر أكتوبر إلى غاية شهر ماي دروس في اللغة والثقافة الإيطالية بالمجان، وذلك لفائدة المواطنين الأجانب. ويمكن للراغبين في تعلم اللغة الإيطالية باتصال بالرقم التالي الذي يظهر في الشاشة في هذه الأثناء. يفتح مركز متعدد الثقافات في تورينو أبوابه لجميع الطلبة الجامعيين والمهتمين بالعمل التطوعي من أجل المساهمة في تقديم دروس للدعم والتقوية للتلاميذ الإعدادي والثانوي، وذلك بمقر مركز الكائن بكورسو تارانتو 160. وتدخل هذه المبادرة في إطار مشروع تعدد الثقافات بالمركز الذي تساهم فيه مؤسسة أونيكريديت. للاطلاع على معلومات إضافية زوروا البوابة الإلكترونية للمركز متعدد الثقافات. تشارك مدينة تورينو وشركة النظافة أميت في الأسبوع الأوروبي لحد من النفايات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى. وستنظم في هذا الإطار أنشطة ترفيهية وثقافية يوم الأحد 27 نوفمبر من 10 صباحا إلى 6 مساء للتحسيس بأهمية التقليل من النفايات. وشباب تورينو يبحثون عن 10 متطوعين للمشاركة في هذه المبادرة. للمعلومات زوروا موقع انفورما جوفاني. كانت هذه آخر أخبار اليوم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.